ولد جاسم يعقوب سلطان البصارة في 25 اكتوبر 1953 في مدينة الكويت. شقيقه الأكبر هو سلطان يعقوب لاعب كرة القدم السابق في نادي القادسية. منذ طفولته عشق جاسم يعقوب كرة القدم وبدأ بممارسة هوايته في الشارع أمام منزله حيث كان يلعب مع فريق يدعى العروبة الذي كان يضطر لاعبيه لدفع ثمن اللباس والكرات. بدأ جاسم مسيرته الرياضية بشكل فعلي في عام 1965 عندما التحق بمركز شباب الفيحاء حيث تدرب على أيدي المدرب النمساوي مندي. بعد ذلك تعاقد جاسم مع نادي كاظمة في عام 1967 إلا أنه لم يلتزم بتدريباته. وبسبب منع الانتقالات بين الانديه في تلك الفتره فلم يتمكن من مغادره النادي الى ان طلبه نادي القادسيه مقابل استبداله باللاعب ابراهيم الغديري، وبالفعل انتقل في العام التالي بعد انتهاء المفاوضات بين الناديين، ولعب في البدايه مع فريق كره الطائره وانتقل بعدها الى فريق الناشئين لكره القدم. كان وصوله إلى فريق الناشئين هو الخطوة الأولى على طريق تحقيق أحلامه، وفي أول مباراة له مع الفريق لعب ضد نادي كاظمة، وتمكن من هز شباكه بهدف. وفي عام 1970 انتقل إلى الفريق الأول لنادي القادسية، وأثبت جدارته في مباراته الأولى أمام نادي الشهداء، الذي دك شباكه بأربعة أهداف رائعة، وتوقعت الصحافة بزوغ نجم جديد في نادي القادسية. في موسم 1971 و 1972 ساهم بفوز نادي القادسية ببطولة كأس الأمير وحصل على لقب هداف البطولة برصيد خمسة أهداف وفي عام 1973 لعب مع القادسية أمام نادي سانتوس البرازيلي وانتهت المباراة بنتيجة واحد واحد بعد أن سجل جاسم هدفه التاريخي في مرمى الخصم وقد كان النادي البرازيلي يضم اللاعب بيليه وكان ذلك الهدف الأول الذي يدخل شباك نادي سانتوس في رحلته إلى الشرق الأوسط، ويعد هذا الهدف هو الذي أعطاه الشهرة، وفي نفس العام ساهم في فوز القادسية ببطولة الدوري الكويتي، وحصل على لقب هداف البطولة برصيد 15 هدف. وفي موسم 1974 و 1975 فاز نادي القادسية للمرة الرابعة بلقب بطولة الدوري الكويتي. وكان جاسم هداف البطولة برصيد 24 هدف، كما لعب دورا أساسيا في إحراز النادي لبطولة كأس الأمير. في الموسم التالي سجل 15 هدفا وحصل على لقب الهداف كما فاز نادي القادسية ببطولة الدوري الكويتي. بعد ذلك تشارك مع فيصل الدخيل بلقب هداف الدوري الكويتي لموسم 1976 و 1977. وحصل للمرة الأخيرة على اللقب في عام 1979-1980 بعد أن سجل 31 هدفاً. وكان نادي القادسية الكويتي قد سجل في هذا الموسم 86 هدف وقد حصل على لقب الحذاء الذهبي كأول لاعب يحصل عليه. وقد استطاع أن يحصل على لقب هداف الدوري الكويتي خمسة مرات وهو أكثر لاعب يحصل على هذا اللقب وقد كان صاحب أكثر معدل أهداف في الدوري في موسم واحد. شارك أيضا مع القادسية ببطولة كأس الأمير في موسم 1978 و 1979 حيث لعب في موارات النهائية أمام نادي كاظمة وسجل هدفا في مرماهم ليكون هداف البطولة برصيد أربعة أهداف <applause>

ناصر سعد الحوطي حوطي بيلعبها لناصر الغانم ناصر العنا قريبة يوسف الله صدق انت بتعتزل؟ والله ببالي الفكرة هذه يعني بالفعل فكرت فيها لكن الناس مثل ما تقول ما ناس مسرعين عليها وناس ما ادري يعني طالبون بالرد يعني عن القرار هذا بس الفكره موجوده وانا طرحتها على اساس قلت بعد تصفيات كاس العالم ويجي الكويت بعد التصفيات العسكريه يعني انا معتزل من زمان المفروض فالقرار اللي انا قلته على اساس بعد تصفيات كاس العالم اللي هي راح تكون الكويت في شهر اربعه طبعا اما مع المنتخب الكويتي فقد بدأ باللعب معه منذ عام 1972 عندما شارك في بطولة كأس الخليج وساهم بفوز منتخبه حيث سجل ثلاثة أهداف خلال البطولة وفي عام 1974 كانت ثاني مشاركاته في كأس الخليج التي فاز بها منتخب الكويت وتمكن جاسم من الحصول على لقب هداف البطولة برصيد ستة أهداف. حصل مرة ثانية على لقب هداف كأس الخليج العربي برصيد تسعة أهداف في بطولة عام 1976، ولعب في المباراة النهائية أمام المنتخب العراقي، وانتهت بنتيجة 4-2 لصالح المنتخب الكويتي. وفي نفس العام ساهم في حصول منتخبه على المركز الثاني في كأس آسيا بعد أن خسر أمام منتخب إيران بنتيجة 1-0، وفي عام 1980 شارك مرة ثانية ببطولة كأس آسيا. سجل خلالها أربعة أهداف وساهم في فوز منتخبه بلقب البطولة في عام 1980 كان جاسم يعقوب أحد لاعبي منتخب الخليج الذي تألق في المباراة الودية أمام النادي الألماني هامبورغ التي أقيمت بمناسبة العيد الوطني التاسع عشر وقد انتهت المباراة بالتعادل بنتيجة خمسة خمسة شارك أيضا مع المنتخب الكويتي في بطولة كأس العالم لعام 1982 حيث لعب مبارتين في الدور النهائي كانت المباراة الثانية أمام منتخب فرنسا وتعرض خلالها لإصابة منعته من المشاركة في المباراة الثالثة التي كانت أمام منتخب إنجلترا وفي 27 فبراير من عام 1983 اليوم الذي أنهى مسيرة اللاعب جاسم يعقوب على إثر تعرضه لإصابة نتج عنها حالة شلل نصفي فأرسله المغفور له الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح طيب الله ثراه إلى الولايات المتحدة الأمريكية حيث تلقى علاج لمدى سنتين وعاد إلى الكويت متعافيا في عام 1985 وعند عودته من رحلة العلاج استقبله مجموعة من الفنانين ومنهم المغني الكويتي عبد الكريم عبد القادر بأغنية متى تعود الجوهرة وقد جرى استقباله استقبالا شعبيا كبيرا. كانت تلك الاصابه نهايه لمسيرته الكرويه واقيمت مباراه اعتزاله في 25 مارس من عام 1985 وشارك فيها مجموعه من اهم اللاعبين امثال حمود سلطان وعدنان الطلياني ومحمود الخطيب بعد اعتزاله اتجه الى الاعمال الاداريه في الهيئه العامه للشباب والرياضه. وحصل على عدة ترقيات حتى استلم منصب نائب رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة، وتم اختياره كأسطورة لدورات كأس الخليج في استفتاء من قبل قناة دبي الرياضية في عام 2007، وكرم بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي في عام 2009. جاسم يعقوب واحد من أبرز المهاجمين في عالم كرة القدم الخليجية والعربية. والاسطوره الذي اشتهر بتسديداته الراسيه وكثره تسجيله للاهداف ظهر في الحقبه الذهبيه وتمكن من لفت انظار الجماهير ومحبي كره القدم حقق الكثير من الالقاب الشخصيه خلال مسيرته الكرويه ولا يزال يذكر كواحد من المع نجوم كره القدم العربيه